قفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس مارلوك البشير التلميذ الطاهر بركاته. والملك بركاته على جميعنا. اذبحوا لله ذبيحة التسبيح أو في العلي نزورك ذبيحة التسبيح تمجدني. وهناك الطريق حيث أريك خلاص الله. بسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم واسمه سمعان كان برا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموتى قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال
الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نورا أعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوطي وقيامي كثيرين في إسرائيل، ولعلامة تقاوموا. وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكارا من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير، وهي متقدمة في أيام كثيرة، قد عاشت مع زوجين 7 سنين بعد بكوريتها، وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم النصيرة.